إذا كانت أدى تحدى مع سيلفا وعلا. يسعد لأوقاتكم مستمعين الكرام، تحياتنا الكبيرة عبر أثير البانوراما. مني أنا سيلفا ورا الميكروفون وعلى الهندسة الصوتية. يوم جديد وتحدي جديد في حب الذات، يعني وصلنا لليوم 23. تحية لكل اللي مكفيين تحدياتهم فعلا، اللي عنده هدف أنه هو يتصل بذاته أكتر، يتصالح مع نفسه أكتر، يحب أكتر، تيقدر يعطي أكتر. مع الكوتش علا شوقي رح نرجع نستكمل مشوارنا ونضوي على التحدي رقم 23. علا يسعد لي أوقاتك. لحظة ما فتحت لك مايك، ما بعرف ليك إجا عبالي. يسعد لي أوقاتك علا. يسعد أوقاتكم. تحياتنا الكبيرة. اليوم وصلنا لليوم 23. ليك قدي قطعنا شوط، يعني عم نقطع أشواط في تمارين اليومية لحب الذات. أكيد بديتوا تحسون أصلاً بالفرق بالمشاعر بالنظرة الذاتية، وهو هذا تحدي اليوم، الصورة الذاتية. رح نمسك ورقة وقلم ونكتب كل معتقداتنا عن ذاتنا، بغض النظر شنو هي، سلبية إيجابية، نظرتي الشخصية ولا نظرة الآخرين، اللي طالما هي موجودة في بالي فإذا ممكن أنه هي كونت جانب من الحقيقة اللي أنظر بيها إلى نفسي. فنكتب كل معتقداتنا عن ذاتنا، كيف ننظر إلى نفسنا، كيف منحب ننظر لنفسنا، ولا كيف نحن منشوف حالنا، كيف حاليا ننظر إلى نفسنا، معتقداتنا يعني شو منحب وشو منكره بالضبط. ممكن تكون أنه أعتقد بأنه أنا شخص كسول، أو أعتقد بأنه أنا شخص سريع، أو شخص عصبي، أو شخص محظوظ. طبعا في ناس عندهم معتقدات أنه أنا غير محظوظ إلى آخره. إحنا ما نريد حاليا نحلل هذه المعتقدات، وإنما فقط نكتبها كل المعتقدات، بعدين راح نشوف من وين إجا هذا المعتقد، وراح تتفاجئون أنه أغلب المعتقدات هي ما إجت منكم أنتم، وإنما من الآخرين. يعني رأي الآخرين فينا، وخصوصا طبعا في مرحلة الطفولة مثل ما قلنا، من 0 إلى 7، هذه المرحلة اللي نكون بها شخصية، يعني متوارث من ماضي، من ناس جديد حوالينا، من معتقدات بالضبط، من كتب قريناها ما تفكرنا فيها، تأثرنا فيها، صح؟ وبالذات الطفل، الطفل ما يفرق بين الحقيقة أو المزح، أو الحقيقة أو الكذب، يأخذ كل شيء على أنه هو حقيقة. فتخيلي أنت طفل إذا سمع من أمه أو أبوه أو أي أحد من أفراد العائلة بأنه أنت كذاب، أو أنت شاطر، أو أنت كسول، أو أنت نشيط، فهو راح يأخذ كل هذه الأشياء على أنه هي حقيقة، وراح تتخزن في داخله، في عقل الباطن، على أنه هي معتقد للذات، وراح تبقى معاه إلى الكبر. ممكن تنعكس بأشياء مختلفة وتختلف من شخص للآخر، لكن بالنهاية راح تتكون كمعتقد في الداخل. فحلو أنه إحنا اليوم نقعد نواجه هذه المعتقدات، الطريقة اللي ننظر بها إلى ذاتنا، سواء كانت سلبية أو إيجابية، نكتبها كلها، نواجهها، نعترف بوجودها، وبعدين رح نسأل نفسنا، طيب من وين جبت هذا المعتقد؟ يا ما رح يطلع وياي من أمي، من أبويا، من معلمتي بالمدرسة، من صديقي الفلاني، من المجتمع، من تقرير شفته بالتلفزيون، من كتاب قريته، إلى آخره. فنحط أمام كل معتقد من شنو مصدره، من وين إجا، وبعدين رح نكتشف أنه أغلبها مو إلنا، أغلبها إحنا اكتسبناها من الآخرين. فإذا كانت ما تخدمنا حاليا، ببساطة مجرد أنه إحنا صرنا واعين بأنه هاي ما تنتمي إلنا، وإنما إحنا صدقناها لما سمعناها من الآخرين، فرح نقدر بسهولة أنه نتخلص من المعتقدات اللي ما تخدمنا، ونساهم بتغيير الصورة الذاتية. هذا مهم جدا. يعني إذا أقول لكم أنه الآخرين يشوفوكم بنفس الطريقة اللي أنتوا تشوفون بها ذاتكم، فهاي حقيقة 100%. إذا حبيتوا تغيرون معاملة الآخرين لكم، ابتدوا أنتوا أولا غيروا طريقة تعاملكم مع ذاتكم، والصورة اللي تنظرون بها إلى نفسكم. من أجمل التمارين يمكن هيدا اللي حكيناها لهلأ. علا يعطيك ألف عافية.
جميل جدا هذا التمرين يا جماعة، هيدا على صحة السلامة عملوه دايما. صح. لأنه فعلا نص اللي نحن منفكر فيه تجاه نفسنا هو يا أما متوارث يا جايبينه من الماضي تبعنا، من طفولتنا، من تعليقات اللي حوالينا، من انتقاد، من 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 لما تكتشف أنه نص الأشياء والمعتقدات اللي أو الأشياء اللي بتفكرها موجودة فيك وبشخصيتك تطلع مجرد شغلة سمعتها من قبل أو تخزنت باللاوعي تبعك، وأنه أنت منك هيدا الشخص، هون بتتفجر كتير أمور، هون بتشوف أو بيصير عندك نظرة مختلفة، هون بتبلش تصف شخصية أنت حابب تكون عليها، مش مبنية على آراء الآخرين ولا ماضي أنت وكنت صغير، لأنه ما عندك القدرة على أنه تقول لفلان لا تقول لي، ولا يعني في حدك عامل عليك كنترول. فجميل جدا هذا التمرين، يعني ببساطة نغير الصورة الذاتية من الصورة اللي رسموها لنا الآخرين إلى الصورة اللي إحنا نحبها أن تكون. جميل جدا هذا التمرين، هذا تمرين رقم 23 عزيز اللي عم تسمعنا، قديش بسيطين هذه، يعني هيدول التمرينات صح أنه فيها بساطة، ولكن أحيانا ما بتكون قد أنه تعملها، أحيانا بتتكاسل أنه تعملها، ما تفكر حالك يعني you can do it. بس اللي بيقدر يتحدى هو اللي فعلا اللي بده يتحدى نفسه، واللي بده يتقرب منه أكتر ويكون على صلة فيها أقوى ويحبها صح، هو اللي رح يعرف يتحدى ويمشي على لايف ستايل يغير فيها نظرته تجاه نفسه كومبليتلي. يعطيك العافية علا، كل التوفيق لكل اللي متحديين اللي معنا لليوم، أنا وياكي وحدة منهم كمان بتحدي اليوم 23 إذا كنت أدى. يلا تحدى، إذا كنت أدى تحدى مع سيلفا وعلا.